مساء الخير واهلا بكم، حلقه جديده من السادسه. تحياتي ليكم قبل يوم اخير طبعا من ساعات الاهلي لمواجهه ام بي بكره وفتح ملف الدوري مره ثانيه. بس الحقيقه تشاء الاقدار ان مقدمه الحلقه تكون بعيده تماما كل البعد عن ماتش ام بي. الحقيقه انا حابب اتكلم في قصه فينيسيوس جونيور، وتعالوا نشوف كده الصوره. وما يهمنيش على الواقع قوي، لان بالتاكيد هي واقعه تثير استياء الجميع. مفيش حد يقدر يقبل اي اساءه من اي نوع كانت بسبب الجنس او بسبب اللون او بسبب الدين. ده فينيسيوس جونيور، لاعب برازيلي دولي يلعب في منتخب البرازيل ونجم من نجوم ريال مدريد، وتقدر تقول انه واحد من اهم نجوم الكوره في العالم دلوقتي. وده محمود عبد المنعم كهربا، نجم كبير جدا 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 بحكم ارقامه وانجازاته ومساهماته سواء دوليا او مع النادي الاهلي او طول مشواره الاحترافي في الكره، حتى مع نادي الزمالك وحتى مع اتحاد جده وكل الانديه اللي لعب فيها. هو بالتاكيد واحد من اهم نجوم كره القدم في مصر وافريقيا والوطن العربي. ده اتعرض لاساءه عنصريه اثناء مباراه فالنسيا وريال مدريد. القصه هنا ان الدنيا قامت وما قعدتش. القصه هنا انه العالم كله بيتكلم عن العنصريه والاساءه لفينيسيوس جونيور، للدرجه اللي تقدر تقول فيها ان الامور تطورت وكادت ان تصل لمشكله دوليه، للدرجه اللي خلت رئيس البرازيل يطلع بيان، للدرجه اللي خلت عدد كبير جدا من كل لاعبي العالم مش بس الناس اللي بتلعب في الدوري الاسباني تتضامن مع فينيسيوس جونيور، للدرجه اللي خلت المنافس التقليدي او الغريم التقليدي لنادي ريال مدريد ومديره الفني تشابي يعلقوا ويأكدوا على تضامنهم مع فينيسيوس جونيور ضد الإساءات العنصرية. قصة اتكررت مرة واثنين وثلاثة لغاية لما انفجرت امبارح في مباراة فالنسيا في الدوري، واطرد على إثر تطوراتها ومشكلاتها فينيسيوس جونيور من المباراة. خلصت القصة؟ ما خلصتش، تصريحات وتصريحات مضادة. لكن اللي عايز أقوله هنا إنه نفس القصة دي حصلت مع محمود كهربا في مصر، وللأسف الشديد الكل اكتفى بلا أرى لا أسمع لا أتكلم. المقارنة هنا الحقيقة اللي عايز أقف مع حضراتكم عليها، وأنا مش هعلق، أنا طالب من حضرتك تفكر وتشغل دماغك وتعلق وتشوف إيه الفارق. القصة اللي أنا عايز أقف عندها هنا هي رد الفعل، رد الفعل اللي تقريبا يكون من النقيض للنقيض، رد الفعل المختلف بدرجة 180 درجة. إساءات بالجملة وإهانات تصل إلى حد وصفها بالعنصرية تعرض ليها محمود كهربا، وما سمعناش أي رد لا من الوسط الرياضي ولا من خارج الوسط الرياضي، لا من جامعات حقوق الإنسان ولا من اتحاد الكورة ولا من رابطة الأندية ولا من لجنة الانضباط ولا من لجنة العقوبات ولا من لجنة الاستئناف ولا من أي حد اتكلم على الإساءة اللي تعرض ليها والإهانات العنصرية اللي تعرض ليها محمود عبد المنعم كهربا، والكل اكتفى بلا أرى لا أسمع لا أتكلم. الفارق الواضح بالنسبة لي أنا الترجمة أو المقارنة اللحظية. في أوقات كده عقلك بيربط بين مشاهد ومشاهد تانية وبتعمل مقارنة بشكل لا إرادي. هو ده اللي حصل في لقطة فينيسيوس جونيور معايا، وافتكرت في ساعتها الإهانات والاتهامات اللي طالت محمود كهربا وأهل محمود كهربا ومحدش اتحرك. في بعض الأوقات بعتقد يعني إن كل مفترض إنه يتفق على ده، في بعض الأوقات وخصوصا لما تكون بنتكلم على شخصية عامة، شخصية مؤثرة، شخصية ليها جماهيريتها وليها متابعيها وليها عشاقها ومحبينها، في بعض الأوقات مهم جدا إن احنا نرسل قواعد. مش مفترض ابدا، رغم ان طبعا محمود كهربا ومن وراه النادي الاهلي تقدموا بشكوى ضد الاهانات والاتهامات اللي طالت محمود كهربا، والشكوى دي لم يبت فيها باي شكل من الاشكال، لكن في ظني وفي رايي وفي تقديري انه في بعض الاوقات المواقف مش لازم ابدا ننتظر تقديم شكوى، مش بس لازم ننتظر ان يكون في تحرك قانوني ايا كان بقى مع سلطه قضائيه او مع لجان منوط بيها انها تحقق في بعض المخالفات في اتحادات الكره او في لجان اتحاد الكره المختلفه. في بعض الاوقات لازم نكون فعل مش رد فعل، وده اللي ما حصلش كهربا. عن الفارق بين فينيسيوس وكهربا حدث ولا حرج، ولحضراتكم مطلق الحريه
في التعليق. خلينا نروح لعناوين حلقة النهاردة، والبداية مع الأهلي اللي قرر يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري غدا. مدرب الوداد يستقر على السفر إلى القاهرة مبكرا استعدادا لمواجهة الأهلي. رسميا منتخب مصر يواجه غينيا 14 يونيو في المغرب. والعالم يتضامن مع فينيسيوس جونيور لتعرضه لإهانات عنصرية في إسبانيا. بالمناسبة النهاردة ذكرى غالية جدا على قلوب كل الأهلوية، وتهيألي مفترض أنها تكون على قلوب كل المصريين، قصة تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي بعد طبعا إنجازاته ونجاحاته اللي حطته في صدارة المشهد في إفريقيا، وقصة النجاح ما زالت مستمرة. طبعا خليني طبعا وانا طبعا دي لقطات لا تنسى للاسطوره طبعا الكابتن الراحل صالح سليم وهو بيستلم الجائزه من الاتحاد الافريقي في نفس اليوم زي النهارده كده، بس من 22 سنه تحديدا سنه 2001 الاهلي استلم جائزه نادي القرن. ومن بعد الحقيقه تسلم الجائزه دي وكان في حرص كبير جدا على استمرارية نجاح القصة، استمرارية وجود الأهلي في الصدارة، وقد كان. وأنا لسه يمكن من حلقتين أو من ثلاثة كنت بتكلم معاكم في أنه نجاحات الأهلي في القرن الجديد الحقيقة يعني قصة وحكاية ورواية لازم نقف عندها كتير، فلازم نفتكر الذكرى دي. ولازم وأعتقد أن كل حد بيمثل الأهلي في أي مكان وفي أي موقع عنده الحرص دايما على وجود النادي الأهلي في صدارة وفي ريادة المشهد. النهارده بشرفنا نجم كبير حقيقة، لاعب ومدرب ومحاضر وشاعر قدير كمان، نجم الكبير كابتن احمد ناجي ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن احمد، واهلا وسهلا بيك. سعيد ان انا موجود معاك. انت كنت واحد من اللي شارك في طبعاً صنع الانجاز ده. من خلال كلامك الانجازات اللي حصلت في القرن ال 21 اعتقد انه اعجازيه. لا اعتقد ان يعني اللي اتحقق ده ممكن يكفيك ان انت تبقى نادي القرن، نادي القرن ال 21. صحيح صحيح ان شاء الله. بس الاهلي ما بيكتفيش. لا دي طبيعه متوارثه يعني. أي. جيل بيسلم جيل والناس كلها بتبقى حريصة على أن النادي الأهلي يكون دايما في الصدارة، وده عامل بعض الإحباط للناس يعني لبعض الناس يعني. فبنقول للناس دي منافسة، ومنافسة شريفة ومنافسة مفتوحة. إذا كان النادي الأهلي بيبقى حريص أنه هو دايما بيبقى في الصدارة، فده زي ما تقول جينات موجودة في كل حد فينا اشتغل أو تربى في النادي الأهلي، فهو بتبقى حاجات متوارثة بنسلمها لبعض. وضريبة كمان بيدفع ثمنها الإدارة والأجهزة الفنية واللعيبة اللي عليهم ضغط شبه متواصل، إنه كل بطولة وأي بطولة طبعاً مطلوب منك تحقق لقبها. خلاص بتروح يعني. في الـ كان مستر مانويل ليه كلمة دايما يقول لك دي راحت للتاريخ خلاص. تقلب اللي بعده يوم بس اجازه ولا حاجه، وتاني يوم الجماهير الاهلي يقول لك مثلا خدت الدوري الكاس يا اهلي، خدت الكاس يقول لك افريقيا يا اهلي كده يعني. صحيح. حتى الناس اتعودت ان هي تبقى زينا يعني، زينا ان هم خلاص خدوا بطوله فبتبص على اللي بعده. ايوه. طيب خلينا نبدا اخبار حلقه النهارده معك كابتن احمد ونسمع تعليقك عليها. طبعا انتوا عارفين انه بكره ان شاء الله مباراه الاهلي وانبي، والاهلي النهارده قرر يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة. احنا واقفين عن الدوري بقالنا كتير، يمكن اخر ماتش لعبناه كان يوم 17 ابريل، كان سموحه في الدوري يعني في بطوله الدوري سموحه، كسبنا 2-0. ومن بعدها الاهلي لعب نهائي كاس ولعب مباراه سوبر ولعب الاربع ماتشات بتوع دوري الابطال. شايف عوده لملف الدوري مواجهه انبي بكره ازاي يا كابتن احمد؟ لا هو مهم جدا ان انت يعني متاخر بسبع مباريات تقريبا او سته يمكن. سبع مباريات، ف يعني انت مطالب ان انت تحصل ثلاث اربع مباريات عشان تنهي بطوله الدوري. ايوه. وعشان يبقى عندك فرصه ان الناس اللي يعني ترتاح شويه، في بعض الناس ترتاح شويه. طبعا. وتستعد بقى للمعترك الافريقي. انا عندي ملف في الدوري فيه اسئله كتير جدا لحضرتك، منها المتعلق بالاهلي ومنها المتعلق بالبطوله هنجيلها. من اخبارنا كمان انه بكره ان شاء الله محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي هيتحدد موقفه من المشاركه في البطوله من عدمه، وبعد طبعا ما يخضع للكشف الطبي. بالتاكيد الجهاز الفني والجهاز الطبي عينيهم على جاهزية اللاعبين في مباراة أو مواجهة الوداد في النهائي في القاهرة والمغرب. أنا رأيي إن يعني لو منعم يعني لسه محتاج يومين ثلاثة كمان ياخدهم،
والمنطقة دي ما فيهاش أي يعني، في متولي وفي ياسر وفي ربيعة لو كان الروتيشن اللي عملها ده أعظم ما حصل في تاريخ النادي الأهلي. أيوة. من مش بتاريخ النادي الأهلي، في ناس كانت بتعمل روتيشن كويس، لكن الراجل ده يعني مميز جدا في إن هو يجهز كل، لأن الفترة دي من كل سنة بيبقى فيها مشاكل بدنية كبيرة. هو السكواد كله اشتغل بيه. صحيح، احنا مستشفى الاهلي دايما كانت يعني، لا هو اشتغل بالناس كلها وكل الناس، ما فيش حد حس انه اساسي واحتياطي كلهم. صحيح. يعني مثلا في ناس بتيجي من بعيد قوي زي ياسر عادي جدا بيلعب زي الفل، ربيعه نفس الحكايه، هاني بعد ما اكرم كان اتعور دخل وبقى من المميزين جدا في الفرقه. كل الناس اللي وسط الملعب في 3 4 5 لعيبه على اعلى كلهم مستوى. ما يتخيروش عن بعض. صحيح. قدام بقت في فعاليه اكتر، وبقى في واللافت للنظر انه في ثقه في اللعب تحت ضغط، والباص وتكرار الباص وامتلاك المساحات والحاجات دي بقت حاجه عاديه جدا في النادي. يعني في جمله اتعملت في الماتش اللي فات، لو كان دخلت هدف ماتش الترجي او ماتش ايه مش فاكر كام، رجاء والترجي يمكن افضل. الترجي، يا الترجي اللي الترجي خلصت، بحسين او ب عبد القادر. عبد القادر، يعني اتعاملت فيها بساط استريت وفيها بساط بتوين وتحركات، وفيها خمس ست لعيبه مشتركين في نفس بالظبط. اللعبه يعني يعني ووصلت فيها يعني كمان، احنا مش باص. بنشوف مباريات مثلا مانشستر سيتي او الفرق اللي هي بتعمل تدوير الكره بشكل جيد، الجيل الذهبي في ارسنال كان بيلعب الكره دي يعني، في اهداف لا كتير يعني جدا كمان الباص تحت ضغط ده مش يعني ما كانش سمه من سمات اللعب. لا يعني ممكن الباص اللي في مساحات الحاجات الطوليه الضيقات دي، لكن الباص وفي الثقه في الباص دي وتكرار الباص والحاجات دي وتغيير اماكن اللعب موجوده في عهد الراجل ده بشكل كويس جدا، وفي الثقه في الاداء. اقول منتخب مصر بشكل رسمي هيواجه غينيا في المغرب ان شاء الله يوم 14 يونيو في تصفيات المؤهله لامم افريقيا. موقفنا في المجموعه لغايه دلوقتي في صداره المجموعه طبعا برصيد 9 نقاط، تعرضنا لخساره وحيده امام اثيوبيا اللي بتتزايل الترتيب. المباراه اللي جايه مهمه جدا لانها امام غينيا، وغينيا هي المنافس المباشر، بتتساوى مع مصر في نفس الرصيد من النقاط. بقالنا كتير ما شفناش منتخب مصر، والحقيقه المقدمات مع روي فيتوريا كانت لا هو مدرب مبشره كبير جدا. يعني صراحه روي فيتوريا اسم كبير ومدرب كبير وعنده سمات المدرب العقلاني، بيتعامل مع المواقف بشكل هادي وعينيه بيختار كويس، وبدأ يحط ايده على بعض اللاعبين. كمان في فكره انا يعني قريت عنها ما اعرفش هي مظبوطه ولا لا، انه بدأ يدور على الدبل ناشوناليتي بتاعه اللعيبه المصريه، وممكن تجيب معاه واحد او اثنين. احنا عرضنا هنا ملف كامل لكل اللعيبه المصريه اللي من الجيل الثاني والجيل الثالث اللي اتولدوا في اوروبا وبيلعبوا في انديه اوروبيه، وعندنا عدد كبير مش قليل على فكره يا كابتن. ممكن يبص عليهم وممكن نلاقي حد او اثنين او ثلاثه، لان احنا عندنا فقره جدا في عدد المحترفين. يعني ده واحد برضو من الحاجات اللي عايز اتكلم معاك فيها، سواء المحترفين اللي جم عندنا هنا وحاسس ان هم يعني مفترض انك بتجيب كواليتي مش موجود عندك. انا مش بس بتكلم على الاهلي، بتكلم على كل الفرق المصريه. على مدار السنين ان اللعيبه بتيجي بشكل عشوائي. يعني اللي بيتحكم في ده السماسره، وطبعا اي حد عايز يبيع فبيبيع لك الهوا يعني. لا يعني مثلا كان فتحنا مثلا حراس المرمى من زمان. ايوه. فجالنا شويه حراس مرمى قعدوا احتياطي، يعني مثلا تبان سوتو في النادي الاهلي. ايوه فاكره. وكميني في حرس الحدود وكذا اسم يعني. انا بيتهيألي مفيش حارس محترف يعني نور قوي غير بيل انطوان. بيل انطوان طبعا حاجه، وكميني في حرس الحدود برضو. أيوة. اشتغل شويه، لكن في اسامي جت في الترسانه وانديه اخرى ما كانتش يعني تحس ان هم من مع ان واحد من يعني بص في كل مرحله من مراحل الكره في مصر بحس ان في مراكز فيها مشكله. شو هنتكلم انه في مصر في مشكله باك يمين، في مصر في مشكله صانع العاب، في مصر في مشكله راس حربه. عمري ما سمعت في اي مرحله من مراحل انه مصر فيها مشكله حراسه. لا لا خالص، لانه طبعا انا عايز اقول لك كمان انه انت تحدد مين يجي او مين ما يجيش من المحترفين دي برضو انا مش معاها، لانه الاحتراف ده باكج
يعني افرض انت ناقصك حارس. افرض انت ناقصك مع فكره تحديد المراكز لا يعني. لا 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 لانه اوبن ماركت. افرض انت نادي كبير جدا بس في الفتره دي انت مش موفق في ان انت يكون عندك حارس كويس. تطلع من البطولات تخسر ولا طب احنا هداف الدوري بقاله كام سنه اجنبي؟ سنين طويله. ايوه. طب مش معنى ما منحتش المهاجمين الاجانب؟ لا وجهة يعني نظر برضه. اللي هي الاحتراف باكج. ايوه. يعني الدوري مثلا الانجليزي فيه يمكن اكتر من 12 حارس اجنبي. او اكتر. وبيكفورد حارس كويس وممتاز وبيؤدي صحيح. حارس مرمى انجلترا. مع انجلترا كويس، واسبانيا نفس الحكايه، وهولندا وكلهم دوليين. لانه يعني اسم بيكر دخية كل الاجانب اللي موجودين مستويات كويسه في منتخبات بلادها. فده ما اثرش على مستوى الحراس في البلاد. تتفرج على الدوري الانجليزي يا طبعا جدا. افضل حارس مرمى في الدوري الانجليزي السنه دي مين؟ يعني طبعا اليسون نازل بتاع مانشستر سيتي طبعا مادي اداء كويس جدا. اديرسون. في كمان بتاع برايتون ده عامل موسم رائع جدا جدا، والفرقه كلها كمان يعني. برايتون السنه دي حصان اسود في البريمير ليج. ساوثهامبتون. في فرق صغيره وعامله نتائج وحشه وممكن معرضه للهبوط بس الحارس بيبقى بيشيل. عامل اداء رائع جدا. طب بمناسبه الحارس بيشيل، دور الشناوي مع الاهلي في الوصول للمباراه النهائيه بتشوفه ازاي؟ لا دور الشناوي مع الاهلي من اول ما بدا يعني. من اول ما بدا ان ياخد. لا انا بتكلم على البطوله دي تحديدا بعد كاس العالم. اتعرض لضغوط شويه في مرحله المجموعات. ما شخصيته تتحمل جدا ولا الهوى بالنسبه له يعني، لان هو عارف ان في على مدار اللعب وعدد ساعات اللعب بيبقى فيه اخطاء وارده جدا. واحنا دايما بنقول ان الحراس الفرز الاول اللي هو بيخطئ اخطاء مختلفه في فترات متباعده. يعني الخطا هو الاساس يعني. زي الحكام يعني، الحكام برضو الخطا عندهم يعني لو انت عندك باك جراوند عندك خلفيه كويسه فمسموح لك ان انت تخطا عادي يعني. مش مشكله. وعمرنا ما شفنا اليسون مثلا الجمهور قلب عليه من ده، كان بيبصر كره للمهاجمين يجيبوها في جوان. ودخيل. شفنا جول امبارح في ماتش، او مش امبارح يعني في ماتش لا امبارح في ماتش المحله وفيرود. الباص اللي الراجل عمل سرو باص للفيرود يعني. ده يعني قمه التعاون. لا الاخطاء وارده جدا، لكن الاخطاء بتبقى ناتجه يعني في مراحل في السنه بتبقى اخطاء ناتجه عن الاوفر نيرف او يعني مثلا فرقه هتنزل. فالحارس المرمى بيبقى شايل هم الفرقه وهم الماتش، فبيحصل ديستورشن بين جهازه العصبي والعضلي. فبتطلع أخطاء في القرار تحديدا يعني، خروج من المرمى، تغطيه، مش عارف ايه. لكن ده ما بيقللش من ان هم مستوياتهم كبيره، مستوياتهم عاليه. صحيح. يعني عشان ده يتغير مطلوب انه القائمين على المنظومه كلها يعني. في النهايه بنتكلم على كوره في مصر، وكرة اللعبة الشعبية الأولى، وواحدة من أهم يعني اهتمامات المصريين هي كرة القدم. طبعا. مطلوب إنه حاجة زي اتحاد الكرة تتحرك، حاجة زي وزارة الشباب والرياضة تتحرك، حد زي رابطة الأندية تتحرك. قلت لك الملاعب، قلت لك الإكويبمنت. بس مصر بقى فيها ملاعب كتيرة يا كابتن أحمد، إحنا زمان كنا بندور على المواهب في أنت استاد القاهرة نفسه جاي لك كومنت عليه إنه مش هيتلعب عليه إلا إذا عملت كذا وكذا وكذا. أيوه. انت سمعت الكلام ده ولا مش؟ مطلوب تعديلات. أيوة يعني اللي هو كريمه الاستادات عندنا. فلا انا بتكلم بس انا بتكلم على الممارسه، على يعني قاعده الممارسه. زمان الناس كانت بتلعب يعني طبعا مع يعني احترامي جدا لمثلا المهندس خالد عبد العزيز وحبي الشديد ليه، لكن حول الدنيا كلها للسنتاتيك، وده طبعا ضد العرف وضد الاصابات الملاعب وضد كل حاجه. يعني كل الملاعب نجيل صناعي يعني. خد بالك برضو انت عايز توسع قاعدة المشاركة وعايز تروح في مناطق بعيدة. بس ده كان ليه عواقب حلول تانية، عواقب وخيمة جدا. لان انت اساسا بتلعب في المنافسات اللي هي الاوفيشال يعني، بتلعب على نجيل طبيعي. ودلوقتي بقت سهلة جدا ان انت تعمل النجيل المشترك الاتنين مع بعض، بحيث ان يبقى الصيانه على فترات طويله والملاعب تعيش فترات طويله جدا. هي نفس يعني فكره السنتاتيك بس ملهاش اضرار صحيه، ملهاش اضرار على الاناكل وعلى الركب وعلى الشده بتاعه اللاعب اللي بيجري على النجيل الصناعي غير اللي بيجري على النجيل الطبيعي. زائد انه بقى
يعني انت الاستاف نفسه اللي انت بتختاره اجورهم هل بتسبب فساد؟ يعني بتدي اجور بسيطه جدا فالمدرب يضطر ان هو مش عايز اقول يعني كلام يعني يتحسب عليا يعني يضطر ان هو ايه؟ ان هو ياخد مبالغ من حتة تانية يعني لانه ما بياخدش حاجه، ما بياخدش مرتب كويس، فيضطر ان هو يقبل يعني عيب الواحد يتكلم في الحاجات دي. فدي من ضمن الحاجات اللي لازم نبقى يعني اذا كان مدرب بياخد اجر بسيط لازم الامور دي تتعدل، لازم تتعدل. دور مين مره ثانيه؟ شايف انه يعني انا في المغرب مثلا لو جاي نقيس على تجربه المغرب او تجربه قطر او تجربه السعوديه، الناس دي عملت نقله، نقله بقى مش بس في بنيه تحتيه، نقله في كل حاجه. يعني في مثلا في قطر عشان انا اشتغلت هناك فاسمها رعايه الشباب هي اللي بتدي اجور المدربين. بس طبعا احنا بنتكلم في امكانيات ماديه طبعا احنا ما عندناش الرفاهيه دي يعني. في الامارات نفس الحكايه، لكن طبعا احنا هنا ممكن نعملها لانه كمان في حاجه مهمه جدا، يعني السبونسر ما بيروحش الا على الحتت اللي هي الكبيره واللي فيها الاعلانات الواضحه جدا عشان المنتج بتاعه يتسوق بشكل كويس. لكن برضه ممكن نعمل حاجات تانية للانديه التانية، لازم الصرف على الانديه من خلال الوزاره، من خلال ان انت تسمح لهم. وانت بتلعب يا كابتن احمد، خريطه الانديه في مصر اختلفت عن خريطه الانديه خالص دلوقتي؟ خالص، كانت الانديه الشعبيه اللي هي الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه يا كابتن احمد، ما هو ده من ضمن الحاجات اللي هي يعني بقينا في يعني ان انت مستهون ان انت تساعد الاتحاد الاولمبي، ترسانه، المحله، المنصوره، كل دي فرق اسوان، كل دي فرق كان ممكن بافكار بسيطه جدا تفضل محتفظه بكياناتها وبميزانيات كويسه. يعني اسوان، طب اسال حضرتك سؤال، والانديه دي ما حافظتش على نفسها ليه؟ لانه الفكره مش موجوده، يعني الفكره العامه مش موجوده. وبعدين انا طول عمري اقول ان افشل حاجه في تاريخ مصر في الرياضه هي الانتخابات. الانتخابات بيبقى صراع على الكرسي، وبعدين يجوا الناس بعلاقات او بوسائل ملتويه، بيدوا الناس شويه كور، بيدوا الناس شويه فلوس، بيدوا الناس مش عارف ايه عشان ينجحوا. والبديل من وجهه نظرك؟ البديل للناس المتخصصه، يعني مثلا هات مثلا بايرن ميونخ، مين الرئيس التنفيذي بتاع النادي؟ اوليفر كان، واحد عايش عمره كله في الملعب، يعني عارف اللي هو الافكار وهيدورها ازاي وهيبقى الموضوع عامل ازاي. هتلاقي كل حته المدير الرياضي فيها ده راجل عاش عمره كله في الرياضه. أيوة. وبيعرف، عنده اساليب يجيب بيها ميزانيات وفلوس وناس تصرف وناس، ويعرف يدور اللعيبه، ويعرف يعمل فريق للرديف عشان يشغل بيه العجله الماليه في خلال السنه وسنين، وخطط طويله وخطط كده. لكن انت الانتخابات بتطلع يعني نتيجتها ما تبقاش يعني احسن حاجه. فبيجوا الناس وخلاص قعدوا على الكراسي، ما عندهمش، ممكن يكون مش ما شافش كوره قبل كده. ايوه، بس هو بيخش رئاسه النادي عشان يخش بعد كده مجلس الشعب ويبقى محمد افندي ولا ابراهيم افندي ولا سيد افندي كده. فالمساله لا، يعني الواحد هيتعب من كتر ما في. طب هرجع لملف المحترفين، شايف المحترفين السنه دي مثلا عدد المحترفين ما شاء الله، كل الانديه تقريبا بتلعب في الدوري الممتاز، ويمكن حتى في الدرجه الاولى عندهم لعيبه محترفين. شايف المحترفين، تجربه الاحتراف في مصر انك تجيب لعيب من بره اضافت؟ انا حاسس ان 80% منهم من مدينه البعوث. عارفها مدينه البعوث؟ عارف مدينه البعوث. لان انا بشوف اخر خمس دقائق الاقي الناس الاجانب نازلين. طب وانا جايب اجنبي انزله اخر خمس دقائق؟ المفروض ده يكون عماد الفرقه، انا دافع فيه عمله صعبه يعني. ايوه، وبرضه حته السماسره دي في مصر عجيبه يعني. يعني ممكن يغير لك ثلاث اربع مدربين في الموسم، والمدرب اللي يجي ياخد لعيبه السمسار ده. انا بتكلم النهارده كلام هتسجن عليه شكلي. ليه؟ احنا بنتكلم بالعكس، انا بحترم صراحتك جدا. على فكره في كلام كتير جدا بيتقال اوف اير، يعني بره الهواء. لو الكلام ده اتطرح في مناقشات ممكن يبقى طوق نجاح، يبقى حلول حقيقي. فلا يعني برضو السماسرة عليهم يعني علامات اكس كتير جدا في مصر. ما يمكن عشان اغلب اللي عندنا سماسرة مش فكره وكيل لاعبين، يعني انا بشوف انه في مصر هنا
سمسار وكوميشن وقصه وانتهى. لا وبعدين ما لو ما عندكش شغل ملوش دعوه بيك. هو المفروض لو ما عندكش شغل هي دي اهم فتره. ايوه ان هو يساعدك ويديك مرتب ويديك حاجات يعني زي زي راتب البطاله كده. ايوه لا ده هو بس بيستفاد منك لما يوديك حته. لا هي مشكله يعني مشاكل الكوره في مصر او مشاكل يعني انا عندي تجربه في مصر ناجحه جدا بسبب ان المسؤول عنها اصحابها السكواش. لعبه ارستقراطيه فاللي بيصرف عليهم يعني اهلهم بيروحوا سكولارشيب في جامعات منح بره جامعيه وبيعيشوا حياه احترافيه بتلاقيهم ابطال العالم طب والهاندبول ما هي لعبه شعبيه الهاندبول اتخطط لها طبعا دكتور حسن مصطفى بقرارات اجباريه في تبطيل في سن معينه لانه هو شاف كده وعمل قانون يعني جبار ما حدش يقدر يعمل زي نقدر نستنسخ تجربه الهاندبول في ما يقدر مش قادرين لانه المصالح بتغلب مصالح مين؟ مصالح الاشخاص المسؤولين يعني الاشخاص الاشخاص دايما بيلموا بعض ويجيبوا بعض وتلاقي يعني كلهم في كل حته تلاقيهم هم 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 هم, هم. فمسألة صعبة وأنا عارف إن هموت ومش هشوف حاجة من الحاجات اللي أنا عايزها يعني. ليه أنت متشائم كده؟ أنا متشائم مش متشائم مش متشائم لأن شايف الوضع من ساعة ما أنا يعني كنت طفل في النادي الأهلي. أنا في النادي الأهلي عندي 17 سنة أنا 65 سنة ربنا يديك الصحة. فمن هي نفس الـ 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 نفس العجلة نفس الطريقة عمالة تمشي كده هي الانتخابات وبعدين يحرقوا في النجوم يجيبوا نجمين. ده معنى كده لو ما فيش اهلي في مصر كانت الكوره اختفت من زمان. هي بس النادي الاهلي اللي فيه يعني الحياه وفيه النفس الحلو والهادي وبيحاولوا يعملوا افضل حاجه وعشان كده النادي الاهلي ما حدش مقرب له يعني. بيقولوا فيه منافسه. منافسه ايه يعني؟ انا مش فاهم يعني. اما 42 ل 11 ولا 12 ده يعني نادي الزمالك المنافس للنادي الاهلي. ايوه لا النادي الاهلي بيحاول طول عمره من ايام ما احنا كنا في قطاعات الناشئين يعني. انا النادي كان جايب لي 6 مدرسين لكل المواد. مدرسين بيدرسوا يعني كيمياء وكوره يعني. لا مش كوره. لا والله من ساعه انا ما كنت طالب النادي الاهلي كان بيقعدني في افضل مكان واحسن مكان. بيهتم جدا حتى في العيد بياخدني المدرب يجيب لي لبس جديد. والله العظيم كان بيحصل. الكابتن عوضين رحمه الله عليه بيحصل كده من قديم الازل. عشان كده تلاقي هي الحته الوحيده اللي الدنيا انديه في كل حته 4 افرع على 4 افرع يعني وحاجات يعني انت تفتخر ان انت رايح النادي الاهلي في اي مكان. بمناسبه المنافسه شايف في منافسه على الدوري السنه دي او مين ممكن يكون بينافس؟ بس نعدي الماتشين 3 يعني نعدي الماتشين 3 عشان نفرق. تمام همشي معاك. مين بينافس يعني المنافسه حسب جدول الترتيب ولا شايف انه لا بقى هي بيراميدز الاقرب للاقرب وفيوتشر برده وكابتن علي ماهر عامل برده شغل كويس. استبعدت الزمالك من المنافسه؟ لا هو اللي استبعد نفسه مش احنا اللي بنستبعد يعني. هو يعني هو ماشي السنه دي مش احسن حاجه يعني. طبعا هو طول عمره بينافس وموجود في المنافسه لكن السنه دي عندهم مشاكل كتير خلتهم يعني بعدوا شويه. نروح لماتش انبي بكره بما انه اول ماتشات الدوري او خليني اخد الثلاث ماتشات مع بعض. ثلاث ماتشات في الاسبوعين اللي جايين واحد فيهم ضغط اثنين جايين قبل ميعاد مواجهه مهمه جدا مع الوداد في الدور قبل النهائي. شايف السيناريو الامثل للتعامل مع الثلاث ماتشات دول ازاي؟ بدايه من ام بي بكره. لا هيبقى في تركيز عالي جدا لازم نخلص الثلاث ماتشات دول ان شاء الله يعني يكون. وطبعا عندنا السكواد يعني اي حد يلعب هيبقى كويس انما كلهم موجودين وكلهم يعني رجلهم في الملعب. وطبعا بقول لعلي شد حيلك وربنا يكرمك ان شاء الله. ايه رايك في علي لطفي؟ لا علي كل المواقف اللي اتعرض لها كان اسد يعني. واخد حقه من وجهه نظرك من الجمهور على الاقل؟ علي لا مطمنين له يعني. دي حاجه كويسه جدا يعني. أيوة. هو احنا زنقنا فيه في زمالك لعب زنقنا فيه في كاس عالم انديه لعب وكان كويس. علي شخصيه ممتازه وجول كبير جدا وانا كنت باخده في المنتخبات من هو في انبي يعني جول متمرس وعنده يعني كاركتر قوي وبحس ان هو يعني مع انه مش بيلعب لكنه سعيد في النادي الاهلي. يعني ردود افعاله في المباريات وحماسه وكده حتى مخلي الجماهير ليه معزه خاصه كده عند الجماهير.
تألق محمد الشناوي ظلم علي لطفي؟ لا، هو دايما المركز بتاعنا ده يعني في صعوبه ان انت تبقى فيه روتيشن وانه في تبديل ولا أي. لا يعني هو المركز بيبقى محتاج لعيب، بس احنا ايامنا احنا كنا بنعمل ايه بقى؟ مباريات الكاس كنا بنديها الامير. يعني عصام بيلعب ماتشات الدوري وماتشات الكاس يلعبها امير عبد الحميد، بيبقى باترينه عرض ليه لو انت بتفكر بشكل احترافي، يعني باترينه عرض ليه ان انت لو عايز تعيره او تبيعه فهو الناس شافته ان هو كويس وتقدر تطلع اللي بعده يبقى نمره اثنين وهكذا. يعني شايف مستقبل حراسه المرمى في الاهلي ازاي؟ لا ما فيش اي مشكله خالص، يعني عندك خمس حراس، عندك حمزه علاء بعد شوبير وبعد علي، وعندك مصطفى مخلوف دخامه، يعني حاجه رائعه. يعني المعاناه كتبت على حراس مرمى في النادي الاهلي؟ اه من ايام من قديم الازل يعني. مركز يعني صعب. كابتن عادل هيكل قاعد له الروبي ممكن يقعد له سنتين ثلاثه، بعد كده اكرامي وثابت الاكسبشن، حاله خاصه جدا اكرامي وثابت، هم دول اللي كان بيتعامل فيهم روتيشن. لكن فيما بعد لا، عصام الحضري قاعد يلعب 10 سنين ما حدش بيلعب معاه، وقعد كتير برضو اعتقد لغايه لما طبعا كان لا لا ما قعدش، اللي قعد كان شوبير اللي هو ايوب الكره المصريه، ايوب لكن الحضري جه من دمياط لعب على طول، بعد كده كل الناس يعني الحضري اتغير. لا بس الحضري قعد لنادر كتير حتى في المنتخب، يعني 98 كان حضري احتياطي لنادر السيد وقعد فتره احتياطي. لكن هو لكن اصل انا يعني البطوله دي بالتحديد اللي كان مع كابتن جوهري اللي كان مع عبد الواحد اللي كان جاء انا مش رايح المعسكر ورجعناه بالعافيه المعسكر ولعب البطوله هو. لا الحضري لعب فتره طويله جدا، الحضري حارس اسطوري يعني، لعب عدد مباريات كبير جدا وعنده انجازات كبيره جدا جدا. بره حراسه مرمى النادي الاهلي مين حراس مرمى لفتوا نظرك في الدوري المصري؟ المركز ده غني جدا في مصر، لكن بيبقى فيه الفترات بتاعه اللعب خلال الموسم بتاثر على بعض الـ يعني الشخصيات اللي هي مش قويه قوي يعني، لكن المستوى الفني يبقى عالي قوي، لكن انا بلعب على الهبوط مثلا فالدنيا بتبقى ما اقدرش اطلع مستواي، مش هام الماتش نعم هام الماتش فما اقدرش اطلع مستواي. حراس كبار وحراس كويسين جدا، لكن نتيجه الصراع مثلا على الهبوط تلاقيهم مش في مستوى الاربعه اللي فوق مثلا، في خمس ست فرق بتلعب على الاربعه اللي فوق، يعني النتيجه محسوبه ان انت هتبقى يا جوه يا بره، فبرضه الشخصيات اللي هي الضعيفه بتتاثر. لكن مثلا هاني سليمان عامل ثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا دول كويسين جدا. انا زعلان طبعا ان جاد بعد بشكل كبير لانه موهبه من المواهب، صبحي من الناس الكويسه جدا. حراس جنش مع فيوتشر عامل اداء كويس. احمد الشناوي راجع يعني ورجعته دي برده حاجه كويسه جدا لانه حارس من الحراس الموهوبين، انا ما بتكلمش حراس الاهلي يعني. ايوه لا المركز غني جدا وفي حراس كتير جدا. طب نشوف احصائيه كده بالارقام ونسمع تعليقك عليها. حراس المرمى في الدوري المصري ومن ضمنهم طبعا محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي، نشوف الارقام ونرجع نسمع تعليق كابتن احمد ناجي. طيب لغايه لما تجهز الاحصائيات، رايك في اصابه الشناوي ومدى تاثيرها على مواجهه الوداد تحديدا، لان هو كده في ايقاف اللي انا سمعته ان هو تمزق في السمانه، فده بياخد وقت شويه. اتمنى ان هو يبقى قبل مباراه سان داونز يكون جاهز ان شاء الله. ايوه لانه قوه كبيره في الفرقه وكمان مؤثر من الناحيه النفسيه للخصوم. لانه هو بيبقى من الناس اللي يعني اقول لك الاهلي عنده الشناوي. ايوه في اي بلد يعني بنلعبها يعني. طيب محمد الشناوي طبعا في لا محمد في البطوله الافريقيه طبعا ده استقبل لا احنا بنتكلم هنا على الدوري المصري استقبل سبع اهداف اقل معدل اهداف طبعا استقبله حارس مرمى بنسبه طبعا نجاح انقاذ للجار 87.5% اعلى معدل انقاذ، بيجي في المركز الثاني ورا منه محمود جنش استقبل 10 اهداف قلنا احنا في الكلام نسبه 79% نسبه الانقاذ، محمد عواد
في محمد عوض ما لعبش كتير هو في روتيشن شويه يمكن في الزمالك بس هو في المركز الثالث 14 هدف بسام ده الرابع 77 محمد بسام الرابع ابو السعود خامس ابو السعود عامل موسم كويس على فكره من الناس اللي عاملين موسم كويس ابو جبل مع البنك الاهلي رغم البنك الاهلي موقفه صعب قوي لكن طبعا مركز ما زي ما كنت بقول لك ان في الدوري الانجليزي في ناس بتصارع على الهبوط بس أي. هم كحراس مرمى عاملين مستوى عاملين مستوى ومنهم ابو جبل هنا في مصر احمد الشناوي بيراميدز في المركز السابع 17 هدف سوما محمود جاد استقبل 22 هدف لا جاد ما لسه ما قدمش مستواه في النادي المصري يمكن اللعب تحت ضغوط ما كانش متعود عليه في انبي طبعا ما فيش ضغوط جماهيريه وكده لكن في بورسعيد صعبه قوي المساله انه يمكن لكن هو حارس كبير وموهوب جدا صحيح طيب قبل ما نكمل كلامي مع كابتن احمد عن مشوار الاهلي في الدوري وبدايه من ماتش انبي بكره خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا النهارده الكابتن الكبير احمد ناجي متوقع بسبب كثرة المؤجلات بسبب شكل جدول الترتيب فرق كتير جدا بتصارع النهارده على الهبوط يمكن اخر 10 مراكز في الترتيب فرق بينهم نقطه ونقطتين وبالتالي نتيجه مباراه واحده بتغير الدنيا متوقع انه ماتشات الاهلي المتبقيه في الدوري احنا فيها شراسه طبعا مش هتبقى هو ده كان سؤالي طبعا لا هيبقى في شراسه جامده جدا ان كل الناس بتحارب على النقطه 37 فهيبقى فيه طبعا يعني صراع جامد جدا عشان كده بنقول انه برضه يعني اجنده افريقيا لازم يتبص في مواعيدها يعني الكاف ومسؤولين عن البطوله الافريقيه يعني المواعيد انا حاسس ان هي فيها كده يعني الانديه يعني مثلا في امريكا الجنوبيه واللاتينيه بيعملوا في شهر يناير اخر الماتشات المؤهله لكاس العالم للانديه فاشمعنى هنا في شهر خمسة بس برضه في فارق بتزنق الناس يعني بس انا اقول لك حاجه كابتن احمد يعني افريقيا قاره ليها خصوصيه لا تنفع تطبق اللي بيحصل في اوروبا ولا في امريكا الجنوبيه عليها اولا عدد الدول يختلف تماما ثانيا المساحات انا ما بقولش ان انت تعمل في شهر يناير انا بقول تخلي مثلا الماتشات المزودين سوبر ليج لسه ده في يعني سوبر ليج يعني في شهر سبعة ايوه شهر ثمانية لانه ده يعني اللي هو عصب الموسم والفرق اللي هي بتصارع قصدك ترحله لورا شويه لقدام شويه قصدي كده يعني لكن طبعا الماتشات اللي جايه بتاعت النادي الاهلي مش هتبقى سهله خالص تخاف من قصه تلاحم الماتشات والاجهاد والحاجات دي ولا السنه دي الدنيا هتبقى احسن شويه عشان العدد اللعيبه اكتر اللي بيشارك ايوه والحمد لله برضو الاصابات ما يعني معقوله جدا بالنسبه اللي هي المحسوبه يعني اللي هي الانذارات والاصابات ليها احصائيات يعني ايوه فمعقوله جدا ما هياش كثيره يعني عندك دلوقتي 2-3 لعيبه مثلا الشناوي وربيعه مين تاني يعني كريم واكرم من لا دول السنه اللي فاتت عمليات يعني من اول السنه دول عمليات لكن بقيه اللعيبه كلهم موجودين وتقدر تعمل فيهم احلال وتبديل يعني بشكل مريح مش 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 مقلق يعني مش قصه لا مقلقه لا وتقدر مثلا الـ 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 الناس اللي هي مثلا انت في اعتقاد الجماهير او انت كجهاز فني مؤثرين انهم ياخدوا اجزاء من الماتشات يعني مش لازم ياخد ال 90 دقيقه يعني البطوله اجمالا تقييمك ليها ايه؟ البطوله اتحسنت جدا من الناحيه الفنيه لانه طبعا المدربين بقوا اكتر درايه بعلوم التدريب والحاجات دي بقت يعني كل حتى المدربين عندهم خطط لعب وطرق لعب تتكلم على اجانب ومصريين المصريين والاجانب طبعا المصريين في امال ايه قصه الرخص مع المدربين المصريين لا هم هم مظلومين فيها هي ما اتعملتش في الاساس اصلا يعني لسه بندرس في الرخصه ايه ايوه عندك محاضره بكره كده بكره ان شاء الله عندي محاضره بكره مش اول محاضره دي تهالي كان في برضه كان في محاضره اجباريه اللي هي مكان فيتوريا ما كانتش في حراسه المرمى كانت في يعني الفريق اللي بيساند الفريق يعني اوضه اللبس والعمال والمدلكين والمش عارف ايه واداره النادي دي حضرها مدربين مصريين كلهم مصريين ده كريمه مدربين مصري يعني فيها كل المدربين معهمش الرخصه ما غصب عنهم لان ما اتعملتش الرخصه قعدت 6-7 سنين ما بتتعملش ما خدناش تصريح الا السنه دي وده طبعا عمل جهد فيه الاتحاد
الاستاذ جمال علام والدكتور جمال محمد علي. يعني ايه علي. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ يعني ايه ما اتعملتش قبل كده في ست سنين؟ امال المدربين اللي خدوها قبل كده خدوها ازاي؟ قبل كده قبل الفترات دي. قبل الفترات دي لكن في الفتره يعني اخر حاجه كان الكابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته اللي انا خدت في الوقت ده معاه. وبعدين طلعت خدت رخصه محاضر في الكاميرون من وقت برضو طويل. يعني حضرتك سعيت ليها ولا ترشحت ليها؟ لا ترشحت ليها من خلال اتحاد الكره، كان ساعتها المهندس هاني بوريدا، وترشحت ليها وسافرت. كان معايا نخبه كبيره جدا من 57 دوله، يعني منهم خالد فهاي من المغرب، سيلفا من السنغال حارس العظيم، كينجستون من غانا، حراس من الجزائر، كاوا ده مره عمل ضد النادي الاهلي ماتش في السبعينات هنا في استاد القاهره، كان بيلعب الفرقه لوحده وراجل جميل جدا، ومدربين كتير من وكان عندي انا فكره كنت عاملها في الكورس ده كله، بقى المدربين مركز ان هو يعمل حاجه مودرن قوي وحاجاته ومش عارف ايه، ونط من فوق وانزل من تحته، وانا عملت فكره بثلاثة مليم، بس كانت فكره ذكيه جدا. يعني عملت تدريب حراس المرمى في البلاد الفقيره. حضرتك بتكلمني على الفتره اللي بتاخد فيها الكورس عشان تبقى معاك رخصه محاضر. فعملت تدريب حراس المرمى في البلاد الفقيره، لما المدرب يدي لك 3 متر في 3 متر وانت معاك 6 حراس يقول لك دربهم. يقول لك دربهم يعني لانه الملعب فيه فرقتين وثلاثه. فهتعمل ايه؟ عملت كل مهارات حراسه المرمى في ال 3 متر في 3 متر دول بكوره واحده وست حراس. نقلت استحسان جدا المسؤولين عن الفيفا. هي كمان ماتشنج قوي مع طبيعه القصه في افريقيا. بالظبط هو ده اللي انا فكرت فيه. يعني حلوه لقطه، وخدت يعني المركز الاول في لان كله بقى عامل بفرد عضلاته وكله ايه مدينا بقى الماكسيمم بتاعه، يعني اللي هو الرسوم البيانيه والمش عارف ايه والخطوط والمتاع الحداثه بقى والفوسفات سيستم والمش عارف ايه بس هي الدنيا اتطورت جدا في حراسه المرمى جدا كده. طبعا وبقينا بنشوف مستويات حراس مرمى يعني طبعاً. انا عارف انه في اساطير زمان في حراسه المرمى يعني لا بس الريتم ما كانش كده وسرعه الاداء ما كانتش كده لا يعني انا لما بشوف نفسي لو ليا ماتش قديم كده بضحك. انا يعني احنا كنا بنضحك على اللي قبلنا اللي هو اللي بينططوا الكوره، كابتن عادل هيكل اللي يقعدوا ينططوا الكوره كده في ال 18 وبتاع وبعدين احنا دلوقتي لما بتفرج على نفسي انا بضحك برضو. يعني كنا برضو رتمنا يعني بالنسبه للعب بس المدرب الامور ما بتقفش عنده. لا ما هو دي بقى اللي انت يعني مثلا لما تيجي تقعد مع مدربين دلوقتي وعشان تكتشف هو كويس ولا وحش ولا ايه، بتبقى انت عندك طريقه اللي بيها تعرف ان هو بيذاكر ومهتم ولا لا، بتعرفها فورا يعني من شويه اسئله كده بسيطه، يعني لانه علم التدريب ده في ثوابت وفي موهبه. يعني مثلا اضحكك، انا مره عملت تدريب من شفت واحد ماشي في الشارع ماسك بطيخه في ايده كده، عملت منه 30 تمرينه. طب ليه ما انا اعمل درجه صعوبه اخلي الحارس ماسك كوره في ايده ويستخدم ايد واحده، يصد بايد واحده ويحط كورتين ويستخدم رجليه. اقسم بالله هذا حصل وانا ماشي في الشارع، لقيت الراجل في ايده بطيخه، قلت لما قلنا ممكن يبقى في ايده بطيخه ويشتغل بايد واحده، وصممت عليها كذا وحده تدريب. مررت كام جول كيبر يا كابتن احمد؟ لا كتير يعني في الناشئين. طب مين انا اشتغلت 10 سنين في قطاع الناشئين. مين اكتشفته الاول؟ مين قلت ده هيبقى جول كيبر؟ انا اول واحد مرنته في النادي كان امير عبد الحميد، عنده 13 سنه او 14 سنه. وكان في اللي انا متعينت في النادي كان هو معسكر مع كابتن حلمي طولان في مركز الاولمبي في المعادي. منتخب. فلقاني رايح له هناك في المعسكر. هو عرفه بنفسي يعني انا مدربك وكده. كان ولد موهوب جدا جدا جدا، وبعدين باحمد عادل عبد المنعم وشريف اكرامي واحمد اكرامي الله يرحمه. واحمد فوزي وجيل كتير جدا 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 من حراس المرمى. من الحراس، غير طبعا اللي في الدرجه الاولى بقى والمنتخبات. وبره مصر طبعا برضو عندي شغل كويس جدا في مع يعني المنتخبات. اشتغلت مع كام جهاز فني؟ مع هيكتور كوبر وخفير اجيري. اجانب، ما فيش حد مصري اشتغل معاه في النادي الاهلي. بقى اشتغلت مع مصريين واجانب يعني
مع جوبون فرير، مع ديكسي، مع مانويل جوزيه، مع حسام البدري، كابتن فتحي مبروك. لا يعني انا كنت ببقى موجود وهم بيتغيروا يعني. حتى في قطر نفس الحكايه، اشتغلت مع مثلا غسفان لوسيسكو الروماني، وبعدين مع كابتن نبيل معلول فتره طويله مش صغيره يعني، وبرده من المدربين الكبار. غسفان لوسيسكو ده من المدربين الكبار، ايوه، هو باوك اليوناني دلوقتي، واشتغل مع الهلال السعودي، وصل لهم كاس عالم للانديه. يعني هي طبعا تحسب لاي مدرب مصري انه اشتغل مع اجهزه اجنبيه، وخصوصا لما تبقى بره يعني. طبعا يعني. لا ما كمان انا رحت مع مستر مانويل ايران يعني. احنا في صعوبه عندنا في موضوع الاحتراف ده، مستوى مدربين، مستوى لاعبين، مستوى حكام. بس انا عايز اقول لك حاجه مشكلة للامانه والله، مستوى مدربين اعلى بكتير من مستوى. ايوه بقى يعني هو وبعدين هو الماركتنج اللي عندنا وبعدين اسوء حاجه عندنا الماركتنج، تسويقهم، لان تسويقهم بيبقى مبالغ في الارقام اللي بتطلب فيهم. لكن طبعا الكره السعوديه اتبنت على المدربين المصريين، الكره الاماراتيه اتبنت على المدربين المصريين، الكره القطريه اتبنت على المدربين لكن هم في حاله تطوير، فبقى دول اقل من المستويات اللي هم عايزينها. ايوه بداوا يتجهوا هو اللي بيدوروا على الكوره ينطبق على التعليم، ينطبق على الصحه، ينطبق على الهندسه. احنا عملناهم في كل حاجه. ايوه لكن هم دلوقتي يعني دكتور مصري ولا هندي؟ هندي. لان الناس دي مع ان احنا عندنا اعظم دكاتره في الدنيا، فاهم؟ لكن احنا التسويق بتاعنا ضعيف. ان انت تسوق دكتور او مهندس او 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 مشكله. هتحضر بكره في ايه؟ في حراسه المرمى، حارس المرمى اول مهاجم واخر مدافع. اول مهاجم واخر مدافع. دلوقتي كره القدم الحديثه حارس المرمى له دور في خطه اللعب وفي بنايه اللعب. ايوه فهي المحاضره كده، اول مهاجم واخر مدافع. ايه قصه بقى، ارجع تاني معلش، قصه الرخص دي ليه بتقولوا المدربين المصريين مظلومين فيها، وليه وايه اللي كان مانع السنين اللي فاتت دي؟ احنا شفنا لجان ولجان ولجان واتحادات، يعني ادارات اتحادات كلهم كانوا مشغولين بمشاكل، هيتشالوا امتى ويجوا امتى، يعني الجمعيه العموميه هتشيلهم. يعني مجلس السيد جمال علام هو اول مجلس يدي او يفتح الباب للمدربين المصريين ان هم ياخدوا. والدكتور جمال محمد الرخصه ليه دور كويس يعني. يعني استاذ جمال برضو من الناس اللي استاذ جمال في موقف ما نسهلوش ابدا. لما جه مستر كوبر وبيقدمنا ليه، كنت انا واسامه نبيل المصريين الوحيدين يعني. ايوه قال له دول اهم منك، ولو همشت دورهم همشيك. قال لي هيكتور كوبر كده وقدامنا. بس دكتور هيكتور كوبر ده من الشخصيات العظيمه جدا، حكيم الحكماء. فضحك وكده واتصارت بينا علاقه يعني مش عايز اقول لك يعني حاجه. مهم الانسجام بين الجهاز الفني طبعا. اكيد اكيد طبعا، مش عايز كلام. مين اكتر حد دماغكم كانت ماتشنج مع بعض؟ لا انا كل الناس اشتغلت معاهم حقيقي كان يعني، مثلا الكابتن نبيل كان يصحيني من النوم يعني، وما اطال النوم عمر وما قصر في العمل. كابتن نبيل معلول. لان انا بدايه كلامي معاه في الشغل كانت تصادم يعني، كان عنده خليل جبابلي ده مدرب اللياقه، فهو احنا بنتعرف اول مره واقفين مع اللعيبه، فقال خليل قال الايروبيك الحراس هيبقوا معايا فيه. فانا قلت له يعني انت يعني اديت كبد الحوت يعني في الايروبيك يعني انا مش عارف. وكان صدام. فنبيل قال ايه ده، في ايه؟ ما قلت له بقى روح جيب لك مدرب تونسي وانا هروح، انا هشتغل من الاي تو زد، وبعدين هتحاسبني انا مش هتحاسب خليل، انا اللي حاسب على الفاتوره. بعد كده بقى بقيت انا وخليل ده زي السمنه على العسل، وبياخد تدريبات من شغلي ويعملها للعيبه كده يعني. لا كل المدربين اللي انا اشتغلت معاهم للامانه، يمكن انا محظوظ او يمكن انا لانهم اسامي كبيره جدا يعني، دايما الاسامي الكبيره تلاقي ثقته في نفسه كبيره، تلاقيه ما هوش شكاك، ما هوش يعني. في مدربين اي اتنين مساعدين يتكلموا يفتكر انهم عايزين يمشوه. فهمت؟ لا انا اشتغلت مع ناس كبار قوي. صحيح. شبعت التدريب يا كابتن احمد ولا لسه عندك طموح او حاجات لسه نفسك؟ لا هو تقول ايه يعني، في حاجه ما عملتهاش اقول لك لا عملت كل حاجه. ايوه
يعني كاس عالم، كاس افريقيا، بطوله الانديه، كاس العالم مع النادي الاهلي، بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، دوري عام، كاس مصر، البطوله العربيه، كله 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 يعني في موجود في السي في. بس يعني ان انا ابطل تدريب دي يوم ما هدفن هتشرب يعني. لا انا اقصد اقول بيبقى في دايما باصص قدامي نفسي اعمل او نفسي في مشروع ان شاء الله باذن الله، مشروع كبير ان شاء الله، يعني انا بعتبره اهم محطه في حياتي ان شاء الله. هيبقى هركز فيه بشكل. بتسال نفسك في وقت من الاوقات وانت دربت، يعني انت هالي انت دربت اهم اسماء حراسه المرمى في مصر ولعبت في نادي الاهلي وشفت حراس كبيره، ولما تسترجع تاريخ حراسه المرمى في مصر عموما الاهلي وغير الاهلي الحقيقه نلاقي حراس طبعا كتير. بتسال نفسك ليه حارس المرمى هو اللاعب الوحيد اللي ما بيحترفش خارج مصر؟ لا بسال، بس بجيب نماذج. يعني مثلا دايما اضرب المثل ده، ان ابو بكر باري ده حارس احترف في بلجيكا تبع 20 سنه كوت ديفوار صح؟ مستواه اقل من عادي واقل من اقل حارس هنا. بس هما بيبيعوه ب 20,000 دولار. انا هنا مثلا لو جيت للحضري، حضري احترف عشان بشكل غير مشروع يعني بطريقه غير مشروعه. لكن لو انت بتطلع بالارقام المعقوله، يعني في ثلاث اربع حراس مثلا صغيرين في السن، سبتهم بالمبالغ اللي افريقيا بتسيب بيها غانا وغينيا والسنغال ومالي وكاميرون، ده في كذا حارس للكاميرون بيلعب محترف كذا واحد. منهم حارس انتر ميلان يعني. ايوه عندنا اونانا النهارده محترف. عندنا لا في حراس كتير مرمى محترف. حارس ميلان ايوه اسي ميلان. طيب بمناسبه حراس المرمى واحترافهم، انا يعني يا ريت تجهزوا لنا ارقام الدول اللي بتصدر لعيبه محترفه تحت سن 23 سنه. الحقيقه يمكن خريطه التصدير اللاعبين، لان خد بالك في بعض الدول اقتصادها بيعتمد على البرازيل تصدير اللاعبين، ما بقتش تخيل. لا البرازيل يعني عمرها يعني البرازيل طبعا البرازيل طبعا ما بقتش. ليه؟ لان هم بداوا يعلوا سقف الاسعار، لان عليهم عرض كتير عرض كتير عرض كتير، فقال لك يعني نزقها فوق شويه. ايوه فبدات الناس تبص لافريقيا واللعيبه اللي هي من اصول افريقيه في البلاد الاوروبيه. انا لفت نظري في الارقام دي رقمين، رقم خاص بفرنسا، لانه فرنسا عمرها ما كانت دوله عظمى في كره القدم، بس افارقه من اصولها. طبعا طبعا في عندهم يعني انت المنتخب نفسه المنتخب الاول فيه القوام الفرقه فيه حوالي 14 15 واحد. 15 واحد ايوه يعني حتى البيض برضو من اصول بولنديه ومن اصول كده يعني. بس في النهايه هي تجربه لمنظومه طبعا نجحت جدا في انها تعمل جدا ده. جدا جدا ما هو انت ونتج عن ده ان فرنسا استفادت على المستويين، فني بقت بطل عالم طبعا بطل عالم وثاني عالم، مرشحه لانها تفوز باي لقب اي بطوله تخش فيها أكيد أكيد. ومادي لانه طبعا انت بتتكلم على عدد محترفين هو الاكبر على مستوى العالم. ولفت نظري في الاحصائيه، يا ريت لو جهزتوها لنا بس نعرضها كمان، في بعض الدول الافريقيه اللي بقت النهارده يعني من اكتر دول العالم، مش بنتكلم على قاره طبعًا افريقيا طبعًا. اكتر دول العالم تصديرا للاعبين. عندنا السنغال، عندنا نيجيريا، عندنا كوت ديفوار، مالي. ارقام لا طبعا طبعا خطيرة. هم يعني بيستفادوا من اعاده البيع، يعني هم بيبيعوا رخيص جدا، لكن لما بيبقى اعاده البيع اللعيب ده بيتباع يمكن ثلاث اربع مرات فيقول له 25% مثلا من اعاده البيع الاولى، وبعدين 30% من عدد البيع الثانيه وهكذا. تبص تلاقي المبلغ اللي هو اللي مدفوع في اللعيب ده اللي اتباع ب 50,000 دولار عدى ملايين. يعني محمد صلاح، يعني فكره محمد صلاح مع المقاولين العرب، لسه المقاولين العرب بيقبض في محمد صلاح لحد السنه اللي فاتت. ايوه فهي دي المساله. بس صلاح طلع بكام لبازل؟ هو صلاح مش قصه طلع بكام، صلاح طلع صدفه. لا سيبك من صدفه او مش صدفه، لا المقاولين العرب كان لا كان في ناس بتشتغل فيه، كان في ناس يعني هو طالع من المقاولين العرب كانوا عارفين ان محمد صلاح ده هيكسر الدنيا ويبقى في ليفربول. يبقى هم ناس اذكياء بقى لما عملوا اعاده. انا مش ضد، انا مش ضد. لا لا لان هم عملوا في العقد بتاعه بند اعاده البيع. مظبوط. لا يحسب ليهم. اقصد اقول ايه، فكره انك انت تشتغل على تصدير اللاعبين. احنا النهارده بنتكلم على ازمه اقتصاديه عالميه، وبنتكلم على اسعار صرف ما كانش حد مستنيها او متوقعها، كل ده هيكون ليه تاثيره على فكره على كره القدم السنه الجايه.
يعني انت النهارده كانديه مصريه هتفكر مليون مره قبل ما تجيب صفقه من بره. بس هي كره القدم دايما يعني بتصطاد مواردها او بتصطاد الناس لان هي شعبيه جارفه ومفيش بديل يظهر لك منتجك. طب هسالك السؤال بشكل تاني يا كابتن احمد، وانت عاصرت وعشت عهد او عهود مختلفه لادارات مختلفه في كره القدم، يعني شفت لواء الدهشوري حرب، شفت سمير زاهر الله يرحمه، شفت بقى يعني كابتن هاني بوريده وجمال علام وكل اللجان اللي تولت المسؤوليه، هل شفت اداره مختلفه او اسلوب اداره مختلفه او اي مجلس من دول او يعني مجلس لجنه وهو انا طبعا ليها رؤيه للكره في مصر بشكل مختلف؟ مش هقيم يعني الناس، ولكن انا عندي فكره عامه في الاداره، ودايما بضرب مثل ان انت مثلا عايز تعمل مدرب، بقول مثلا ادوين روبن ده نجم كبير قوي، ده مدينه فرقه 15 سنه في بايرن ميونخ. بص الاداره بقى عشان لما بتخطط لحد، لان هو نجم كبير ولازم يستخدموه كمنتج. ايوه. جابوا له 8 في الاستاف في كل علوم التدريب، وقالوا له يا روبن انت دول مش مساعدينك يا بابا، دول معلمينك، عشان انت بعد سنتين ثلاثه هتبقى نمره 3 في الجهاز، واخد بالك؟ وبعدين تبقى نمره 2 في الجهاز، وبعدين تبقى ممكن نعتمد عليك عشان انت اسم كبير. فده التخطيط. تمام؟ انه انت بتخطط لنجم كبير انه يبقى طالع، زي زيدان ما مسك الرديف ومسك كذا، جوارديولا نفس الحكايه. لكن احنا عندنا التخطيط نفسه هو اللي بعافيه. ايوه. يعني جه اتحاد مثلا قال لك نطلع المدربين اوروبا، ما انت سهل دلوقتي قوي تجيب 10 مدربين من اوروبا، يعني بدل ما تطلع 3 تجيب 10 مدربين من اوروبا يحضروا هنا 100. بدل ما 3 يستفادوا كانوا بيروحوا لايبزيج وبيروحوا مش عارف ايه. ايوه. وتفضل مطاحنات وده لا يسافر عشان حبيب ده وقريب ده ومش عارف ايه. ما تجيب يعني انا عشت في قطر حضرت 300 ورشه، كل اسبوع في واحد اجنبي قد كده. ما تجيب الفكره تبقى كده والناس يتعلموا. كانوا يعني كان بيتقال انه لما يبقى في رابطه انديه ده هيساعد بشكل كبير الدوري الاتحاد المصري. مصر بس عشان اللي تابع الارقام 20 لاعب محترف. نرجع للقائمه من اولها، نتكلم نيجيريا 358 لاعب محترف، غانا 318. رايك برضه نيجيريا 200 مليون. يعني ضعفنا. طب نصدر احنا 100. عايزين كده. يعني مش لازم 358. غانا بس انا اقول لك حاجه بقى، يعني لو بنفس المنطق ده السنغال ومالي واعتقد الكاميرون برضو ما فيش الارقام بتاعتها، ما فيش 100 مليون. لا لا ما فيش 100 مليون. بس قريبين في الستينات وحاجات كده. بس يعني انت بتتكلم في، انت بتتكلم في 120 مليون في يعني في 15 او في 18 ضعف. 18 ضعف. احنا لا احنا خيب، انا دايما بقول لك كل ما تسالني اقول لك الماركتنج احنا يعني مدربين حراس كله مرمى كله كله. أيوة. كله ما فيش تسويق. اصل هنا بقينا بناخد بالك برضو انه اكيد اللعيبه دي في بلدها ما بتاخدش اجور كبيره ممكن تبقى مغريه ان هم يكملوا. احنا عندنا هنا الارقام في مصر، هي اللي انا كنت عايز اقوله لك. يعني انا هاخد هنا 10 مليون و15 مليون اللي شحططني بقى، بس المنتاليتي الطموح بتاع الشخص نفسه يعني هو محمد صلاح دلوقتي. طب خليني اوحك، لو التسويق عندنا على اعلى مستوى هل تقدر تشوف انه قصه محمد صلاح تتكرر في ملعب مش مهم محمد صلاح. المهم يبقى انا اصلا اقول انه لا يبقى عندنا لعيبه كلاس ايه، يعني مش لازم محمد يعني صلاح. يعني مثلا مانشستر يونايتد عنده عدد كبير جدا من الحراس حول العالم، فيهم 3 في الدوري الانجليزي، فيهم واحد لعب ضده نهائي الكاس. مش هيجوا مانشستر يونايتد تاني، بس هيدخلوا انكم. لو في يوم من الايام توليت مسؤوليه، ايه اكتر او اهم قرار ممكن ياخده كابتن احمد ناجي؟ اللي هي عمليه اللي يبقى الكوميرشال واي، الشكل التجاري. اصل انت يعني دلوقتي في احتراف يعني منتج، انت صناعه، مش بيقولوا صناعه كره القدم؟ مظبوط. يبقى في منتج، المنتج ده طالع على اعلى مستوى كل الناس تطلب. هو ده. عشان انا اعمل بقى المنتج ده لازم يبقى الانتقاء صح، العمليه التدريبيه على اعلى مستوى، الرعايه الصحيه على اعلى مستوى،
كل الحاجات اللي تخلي المنتج ده يعني نمره واحد في السوق ومطلوب من كلها، مطلوب من انديه الدرجه الثانيه ومن الدرجه الثالثه ومن الاولى ومن الممتاز. كل الناس شايفه الحته دي فيها بالظبط، زي ما يكون محل بيقدم اكل كل الناس بتروح له عشان جودته. صحيح، هي دي، ان انا احسن اداء المدرب، احسن اداء الحارس، واخلي المنتج ده مطلوب، اسمه على كل لسان وكل الناس عايزاه. صحيح، هي حاجات كتيره الحقيقه تنقصنا. ما كلمتش في بشكرك على صراحتك، ده اول حاجه. بتسعى في يوم من الايام يكون تكون صاحب منصب او يعني صانع قرار؟ لا، مش انا مش حكايه ان انا صانع قرار، حكايه ان انا يعني بتمنى ان انا يعني ان حياتي تنتهي في النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه وطولة العمر ان شاء الله باذن الله، يعني وان يعني مشروعي ان انا انجحه واكافح. و انا عارف ان في مشروع جديد طبعا، يعني ان شاء الله يبقى قريب يعني النادي الاهلي يعلن ده ان شاء الله. وهو ده ان شاء الله، يعني انا عندي حلم كده وربنا هيساعدني فيه، لان انا في نيتي فيه حلوه يعني. مبروك مقدما، وان شاء الله باذن الله يعني احتفل معاك كلنا، ثقه فيك. انت واحد من الاسماء الحقيقه التريد مارك زي ما بيقولوا. ربنا يبارك فيك، قادر دايما انك انت تسيب بصمه وتسيب نجاح في اي مكان تكون موجود. الله يخليك، الله يخليك، كل التوفيق ليك يا كابتن احمد. ربنا يكرمك، نورتنا وبشكرك على وجودك معنا في السادسه. شكرا ليك، وشكرا لكم على المتابعه. بكره حلقه جديده، بكره حلقه الماتش بقى، الاهلي وامبي في عوده الاهلي للمنافسه على الدوري مره ثانيه، وان شاء الله باذن الله موفقين. هتبقى حلقه خاصه بمناسبه مواجهه الاهلي وامبي بكره ان شاء الله في السادسه. تحياتي لكم.